نبدأها بمجموعة من الأخبار، أبرز المناقشات النهاردة تحديدا في مجلس النواب، موضوع مهم جدا. إيه هو الموضوع اللي تمت مناقشته اليوم في المجلس؟ هو قانون خاص بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية. المجلس النواب النهاردة وافق مبدئيا على القانون دوت، لكن من غير شوية كده آراء متباينة حصل يعني نوع من أنواع الجدل داخل مجلس النواب. بعض الآراء اعترضت على بعض البنود، وآراء تانية أيدت القرار وشافت أن هو أو القانون وشافت أن هو سليم وبالعكس في استفادة. خلينا أشرح لكم إيه هو القانون مبدئيا، أو إيه هو البنود الأساسية فيه. أولا، القانون ده بيتيح للقطاع الخاص والقطاع الأهلي أن هم يشاركوا في تقديم خدمات الرعاية الصحية. الحكومة هدفها من القانون ده أنها تحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتدعم الخدمات الصحية دي، وترفع من كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. المستشار حنفي الجبالي، دكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، قال أنه التعديلات اللي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتساعد في تحقيق أهداف القانون، وبتساعد أنه يحصل توازن ما بين مصلحة الدولة وجذب المستثمرين في قطاع الصحة، ومن ناحية تانية عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن، سواء الخدمات المجانية الملزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات. خلونا نفهم أكتر عن المشروع دوت. معانا النائب أستاذ دكتور مكرم رضوان، وهو عضو لجنة الصحة في مجلس النواب. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذة هبة، وأهلا بضيوفك الكرام. أولا خلينا نفهم من حضرتك خلاصة نقاشات اليوم داخل مجلس النواب بخصوص المشروع القانون ده تحديدا، وإيه هي أبرز البنود اللي يمكن بتدور حواليها المناقشة، يعني مش عايزة أقول درجة الجدل. طبعا القانون زي ما أشرت حضرتك باختصار أكثر من رائع، هو يخص أن القطاع الخاص يبقى من حقه إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير بعض المنشآت الصحية. طبعا المعالي المستشار رئيس المجلس، سمعنا للتقرير المفصل والوافي من رئيس اللجنة الدكتور أشرف حاتم، وبدأ يفتح النقاش لكل النواب حول الموضوع. طبعا ده قانون مهم جدا جدا وحساس وبيشغل الرأي العام، ومحتاج الناس تعرف حقيقة المشروع ايه بالظبط، لأن هو أولا لا يضيف أعباء على مالية على المواطن المصري، ولا ينتقص من الخدمات التي تقدم له بكاتا، بل على العكس هو معمول عشان يحسن الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة للمواطن المصري، ويضمن خدمة بجودة عالية دون أعباء إضافية. كل عدد كبير جدا زملاء النواب، سواء من المؤيدين بالقانون أو المعارضين، سواء من الهيئة البرلمانية لمستقبل الوطن أو الشعب الجمهوري أو الوفد، وبرضو من الجهة الأخرى حركة الشباب، أحزاب التجمع، المستقلين، كل أدلى بدلوي سواء مؤيد أو معارض. تمام. كان النقاش ما شاء الله مثمر جدا، وكانت إضافة للقانون عاصف إلى حد ما، وكان عاصف إلى حد ما. طب دكتور مكرم، عايز أخش معك في الموضوع. معروف، وخلينا كده نسلم جدلا، أي حاجة يخش فيها القطاع الخاص بكل تأكيد ده هيكون إضافة، لأنه القطاع الخاص، وده مش يعني مش اجتهاد مني أو مش إنجاز، يعني القطاع الخاص دايما عنده أدوات، عنده فلوس يقدر يضخها أكتر من الدولة اللي مواردها بالتأكيد محدودة، وعندها آلاف الأولويات، وعندها آلاف المجالات اللي بتنفق فيها. فالقطاع الخاص يخش أي مجال هنضمن أنه هو أكيد هياخد خدمات كويسة وهياخد يعني دعم أكتر. لكن أنا برضو بستفسر عن جزئية المواطن، مش ده ممكن يرفع الخدمات أو يرفع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطن، فنبقى هنا أخلينا بمصلحته نوعا ما؟ سؤال وجيه يا دكتورة هبة. هو فعلا الدول بتقام على أكتاف علمائها ورجال أعمالها، يعني من غير العلماء ورجال الأعمال استحالة أن دولة تقام،
لان دول هم اساس اللي بيعمروا البلد وبيطوروا، العلماء ورجال الاعمال اللي هم المحترمين طبعا، يعني اللي هم اللي بيخافوا على البلد. اما القطاع الخاص يدخل مشاركه، اكيد هو بيعالج مشكله موجوده بالفعل حاليا. احنا مفروض مطلوب مننا نضاعف عدد الاسره المتوفره حاليا، وبخاصه في الرعايه الحرجه وحضانات الاطفال وبعض الاقسام اللي بتهمنا جدا. محتاجين نضاعف عدد مراكز طب الاسره ووحدات طب الاسره في عواصم المراكز وعواصم المحافظات. محتاجين ان في بعض الاماكن اللي عندنا اماكن نائيه بيصعب ان الدكاتره توصل لها او ما بيوافقوش انهم يقعدوا فيها ويستقروا، وبالتالي بتكون الخدمه فيها غير مستقره. محتاجين ان احنا نوطن بعض التكنولوجيا اللي احنا محتاجينها، سواء من اجهزه طبيه او بنيه تحتيه او قوه بشريه متميزه في بعض الاجسام زي زراعه الرئتين، زي زراعه القلب، زي زراعه القلب، زي علاج الاورام، زي وحده الجاما نايف لعلاج اللي هو الاورام لامراض المخ تكون جراحات دقيقه، زي زرع النخاع. الحاجات دي احنا محتاجين نوسع فيها شويه خدمه ونطورها كمان. اعتقد ان احنا محتاجين نفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركه سواء داخل مصر او خارج مصر، ونتمنى يكون عندنا من داخل مصر لو يقدر. ده مش معناه ان كل حاجه انا في يوم بليله كده هفتح الباب واقول تعالوا خد يا مستشفى كل بقى المستشفيات والمراكز الطبيه ولا بالعكس، الموضوع هيمشي جرادوال. الحاجه اللي احنا عايزينها تكون نجيبها مصر ونوطنها ونطور خدمه بيها هنطلبها في الاول. طيب بس معروف دكتور مكرم ان القطاع الخاص ما يخشش اي حاجه، يعني عايز اقول ايه، مش لله وللوطن، ماشي؟ متفقين ان القطاع الخاص لازم يغطي التكلفه اللي بيحطها في اي مجال، ولازم كمان يكسب. هنا بقى الخوف، كل الخوف، وده بستفسر الحقيقه عشان نوضح للناس لانه ده امر مطروح وانا بنقل لحضرتك التساؤلات. القطاع الخاص لازم يغطي التكلفه بتاعته، هل ده هيحمل على المواطن؟ هو والقطاع الخاص ان انا اقول له تعالى شارك، انا بدي له فرصه برضه يديني خدمه طيبه بسعر معقول ويكسب هو كمان، ما هو ما كانش يكسب مش هيستمر معايا. اي ما هو يكسب بقى، دي هل ده هيحمل على المواطن؟ لا مش هيحمل على المواطن. ازاي بقى؟ المواطن اما بيعالجه نفقه الدوله او تامين صحي. الدولة هتتكفل هتتكفل تماما، نفقة الدولة وتأمين صحي أو تأمين صحي شامل أو تأمين شركات، يعني عندنا نفقة الدولة أو طيب احنا كده وصلنا لنقطة حلوة، معنى كده إن القطاع الخاص هياخد من الدولة، صح كده؟ بالظبط كده. مش هياخد من المواطن، هياخد تكلفة الخدمات من الدولة. ببساطة شديدة أستاذة هبة، الحكومة بتدي البادج اللي هو بتديه للمستشفى، ده هتديه للمستثمر أو القطاع الخاص. وهتراقبه في تقديم الخدمة وهتطلب منه خدمة أكيد هيأديها أفضل من اللي موجود الوقت. يعني الدولة هتشغل القطاع الخاص، هتشغل القطاع الخاص، هتشاركه معاها، بالإضافة أن هي هتطلب منه إنشاء مستشفيات جديدة، إنشاء وحدات جديدة برضه عشان أزود عدد الأسرة وأزود الخدمة وتبقى متاحة. ممتاز. وأنت كده حضرتك دكتور مكرم يعني وضحت لنا الجزء اللي كان يمكن خافي واحنا بنتناول النقاشات اللي دايره في برضو البلد. حاجه برضه يا استاذ هبه هقولها لك، ان مش القانون بس هو اللي هيحكم العمليه، في لائحه وفي عقد بينك وبين الوزاره وبين المستثمر او اللي هو القطاع الخاص. العقد ده هيقول له انت هتاخد كام؟ هتدي لي ايه؟ لو انت اتاخرت هعمل معاك ايه؟ لو انت ما اديتش الخدمه هعمل معاك ايه؟ لو الناس اشتكت هعمل ايه؟ كل حاجه تبقى موجوده في العقد. عشان يبقى الامور واضحه من اولها كده، اللي اوله شرط اخره نور. طبعا. والعقد ده ممكن يتغير من مكان لمكان، عقد ان انا هتفوض فيه مثلا في القاهره مش زي ما اتعاقد مثلا في مرسى مطروح او السلوم او حلايب وشلاتين، اكيد هناك هيبقى فيه مزايا او فرص لهم، هدي لهم مزايا اكتر. مظبوط. العقد هيختلف من مستشفى كبير لمستشفى صغير. فالناس تضمن تكون متاكده ان القطاع الخاص اللي هو هيدخل ده هيبقى عليه اشتراطات والتزامات هيأديها بمنتهى الحزم ورقابه لثيقه عليه. بشكرك شكرا جزيلا. هيتطبق جزيلا واحده واحده، لو في اي حاجه احنا معاه هنحسن من الوضع، تحسين المنظومه وتحسين الاليات.
بشكرك شكرا جزيلا نائب دكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على المداخلة والتوضيح، لأنه موضوع الحقيقة كل الناس كانت بتتكلم عنه في الساعات الأخيرة، وأظن ده توضيح مهم جدا. الخلاصة إن الحكومة بتدفع بي أو بتؤهل القطاع الخاص وبتفسح له المجال إنه يشارك في قطاع حيوي جدا وقطاع مهم جدا هو قطاع الصحة في مصر، محتاجين إحنا فيه استثمارات كبيرة ومحتاجين فيه أموال تضخ فيه، تزود السراير، تزود الخدمات، ترفع من حتى من جودة ما هو مقدم للمواطن باستثمارات القطاع الخاص وإدارة وإشراف الحكومة عشان تبقى الأمور منضبطة ومحددة.